احنا اليوم بالجديليات عندنا مجرى امطار للاسف تم استعماله في طريقه خاطئه، وتم وضع المياه الخاطئه في هذا المجرى، مياه ملوثه خذينا منها عينات، تم دراسه هذه العينات وتبين لنا انها مواد ملوثه لا يجب ان تكون في هذا المجرى. من هذا المنطلق تم حاليا يتم وضع جميع الدوكيومنتس، جميع الاوراق الخاصه في هذه المخالفه، وسوف يتم ارسالها الى الجهه المعنيه لاجراء اللازم. جول الكويت عندنا في الهيئه العامه للبيئه خط احمر لا يمكن ان نتساهل فيه. جول الكويت منطقه حساسه ومنطقه وصلت لذروتها حاليا، لا يمكن ان نلوثها اكثر من هذا اللي تم الحين حاليا.